هذا ما غفل عنه مزورو النسب المغاربة. هذه النقطة الأولى. نأتي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ننصحكم باش تابعوا معنا الفيديو حتى النهاية، ما تراطوش خوتي. في هذا الفيديو غادي نشوفوا السعودي أبو الجن يتحدى في طاكاتيرات عن الناس ليهم اللي داخلينها غير الجزائر. المهم هذا أبو الجن السعودي راه يتحدى فيهم في النسب تاع الأسرة العلوية اللي تكلم عليها من قبل الدكتور محمد دومير الجزائري. المهم لي لايك البارطاج والعياشة، لا كنتو رجال ردوا على أبو الجن هذا سعودي. لي لايك البارطاج كيما قلت لكم، دعمونا الفيديو، طلعوه، اللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. قبل ما نبداو نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناه، اللي ماش مشترك اشترك فعل زر الجرس ولي لايك والبارطاج، دعمونا الفيديو طلعوا ودعمونا القناه. خلونا نبدا بسم الله. كتريني في لاصال كنخرج ايتروس ديال العيال، صحتي كتجيب لي ايتروس ديال كتريني بيه في السونطرين، لان البول العيالات فيه احماض انيميا وفيه بي سي ا. المهم راكم تشوفوا، هادو هما العياش، هادو هما جوارينا اللي ما يعرفهمش، اللي عايشين في زريبه طاكوس اللي بوسويه ويقولوا عاش. راكم تسمعوا واش راه يتكلم هذا العياش. على غالب اللي قال 48% ما غلطش، وانا تبان لي بلي 99% خاوتنا. زيدوا تبعوا زيدوا. وفيه الجلوتامين وفيه الاحماض الامينيه وفيه ثلاث هرمونات اللي هي التستوستيرون والاستروجين والبروجستيرون والبرولاكتين. كنضرب ايترونس وانا كنتريني، ملي كنسالي لونطريما تاني كنضرب ايترونس ديال صاحبتي. لا حول ولا قوة الا بالله، قال لكم هذا اللي راه يشرب فيه تاع صاحبته اللي ظل معاها. هادو هما الناس اللي هوك، ها قلت لكم ما راهيش 48 راهي 99%، غير ما فقنا لهمش، هاهم يزيدوا حنا ما راهش نفيقوا لهم. المهم هادو هما جوارينا اللي عايشين تحت ميميسيس بوس وركع وقول عاش، يعني راه يشرب تاع صاحبته باش يطلع، راكم فاهمين، باش يربي شوية براول باك، يربيهم بالخنس خوتنا. حاشاكم، لي لايك وبارطاج، دعمونا الفيديو وزيدوا تبعوا معنا. أتحدى مغربي واحد يصعد قست ويثبت لي صحة نسب الأسرة العلوية. واحد راك تسمع على أي شيء، قال لك راني نتحدى فيكم كامل، ماشي غير طاكاتيرة، أنا قلت غير طاكاتيرة، هو راه يتحدى في كامل مروك، قال لكم مروكي واحد يطلع معايا ويثبت لي صحة نسب العائلة العلوية، لأنكم تقولوا بلي عائلة شريفة ومن سلالة غير كذب، ما كان والو خوتنا. المهم لي لايك وزيدوا تبعوا. اسمعوا، كتب النسابين العرب تقول بأن محمد ذو النفس الزكية لم يكن له مولود يدعى القاسم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية، النقطة الأولى، لا يوجد لمحمد ذو النفس الزكية ابن يسمى القاسم، وهذا ما غفل عنه مزورو النسب المغاربة. تسمع العياشي ولا نصحك باش تنقي ودنيك باش تسمع غاية، لأن الهضرة ماهيش تدخل لك في ودنيك غاية على بالي. المهم راك تسمع واش راه يقول لك العائلة العلوية اللي راكم تقولوا باللي عائلة شريفة وكامل، راك تسمع واش راه يقول عليها. هي إلا كنتوا رجال أرواحوا ردوا عليه، ماشي تجي تهاجمونا حنا، ردوا على أبو الجن السعودي اللي راهم لساقها لكم. المهم زيدوا تبعوا زيدوا. هذا ما غفل عنه مزورو النسب المغاربة. هذه النقطة الأولى. نأتي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية، محمد ذو النفس الزكية انقطع نسله من جميع أبنائه باستثناء عبد الله الشاطري، فعبد الله الشاطري هو الوحيد الذي كان له ولد من محمد ذو النفس الزكية. يعني راه يحكي لك على الأسرة العلوية تاعك اللي رايحة حكمتك واللي راك تلحس تحتهم دائما عاش اللي ما تخلي باش الله أعلم. لو كنتوا رجال أرواحوا واجهوا، راه يتحدى فيكم، المروك كامل راه يتحدى فيها. زيدوا تبعوا. وأصلا كيف يعقل، كيف يعقل بأن يكون جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أأمر العباد بأن يسجدون لي؟ واحد، كيف يعقل بأن يكون جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسير في شوارع باريس سكرانا وتنتشر مقاطع الفيديو لي؟ كيف يعقل بأن يكون جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدعي بأن فلانا ابني وأنا أعلم ليس أنه ليس ابني؟ كيف؟ المهم العياشي راك سمعت كل شيء، نورمال مو راك سمعت، لما سمعت عاود الفيديو ونقي ودنيك باش تسمع غاية. هذا أبو الجن وسعودي، وعلى بالكم واش راه داير فيكم، راهم لساقها لكم. المهم ما يهمناش احنا، اللي همنا واش كان يتكلم الان. يعني من قبل الدكتور محمد دومي الجزائري جاب لكم بالادله وكامل، قعدتوا تهاجموا فيه، بصح هذا السعودي خرج على المباشر وبين لكم باللي ها شيء سوى ميميسيس تاعكم والعائله الشريفه هاش تكون. يعني من المستحيل باش يكون هذا اللي راكم تبوسوا له تركعوا له جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوه الا بالله، مين ذاك جهاله؟ مين ذاك ما عندهمش مخاخهم حاسبينها كيما هاك ويظلوا يبوسوا ويركعوا؟ المهم
راكم سمعتوا، قال لكم راني نتحدى فيكم بيكم ميمي سيستعكم بما عطاكم ربي. اي اللي راجل وقادر يجي يريبوندي على ابو الجن السعودي ويبين له باللي راك غلط، وهذه الاسره العلويه صحيح شريفه وكامل، هيا روحوا بينوا ولا غير داخلين هذا يبوس وركع وززئر. المهم لي لايك وزيدوا تبعوا. قام يلبس القفطان المغربي اللي الكل بيعرف اصله جزائري، لكن القفطان المغربي يقولوا لك المغاربه لا هذا قفطاننا. الفيروس الغريب خطر السحارات عم بيزيد، واحنا في بلاد الشام والعراق والخليج لازم نوقف هذه المهزله. ما راح يضل نسل الا مدموج بدم السحارات. المهم كيما سمعتوا واش تكلم هذا الخليجي، يعني قال لكم حنايا رانا باغيين نحبسوا هذو القوم وما نخليهمش يدخلوا لبلاداتنا. شكون هذو القوم اللي نهار هما رافدين الكابات تاعهم ويجروا في بلادات العالم ويوسخوا فيهم ويدنسوا فيهم؟ شكون هما؟ المروكية ام شنطة اللي دخلتها غيجر، خاطرها في سعودية، خاطرها في راكم فاهمين في امارات، كل خاطره وكيفاش. والمشكلة المشكلة راهم يخلوا رجالهم من موراهم يعسوا لهم ولادهم، يعني المروكية المرأة تروح تخدم ويدخلوها للسجون، والراجل اللي ما تسماش راجل قاعد يربي في ولده ويعلم فيه بوس وركع تحت ميميسيس. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم هادو هما جوارينا، لي لايك خاوتنا زيدوا تبعوا. عليكم مغربي أنا في الليل تطلع في الليل، علاش؟ ما بغيتيش تكون سحرة مغربية؟ ما بغيتيش تكون عشا الملك؟ ها؟ ما تكونش عشا الملك. المهم هادي كاميرا راكم تعرفوها، هادي مروكية وما الصوص يعني بصح تجبد الصوص أكثر من اللي تجبد للمراكة، راكم فاهمين؟ زيدوا تبعوا وسمعوا واش راه يدير. ضد الملك ماشي معاه، ايوا اسمع يا اخي شكون رباك؟ شكون رباك؟ ايوا ما عرفوش يربيوه. واحد مخنا قاعد هذاك الكلاب اللي سكت عليا هذيا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. المهم هنا ما راهيش في المروك، راهي في بلاصه واحده اخرى، وسمحتوا تلاقات مع مروكي قالت له قول عاشها ميميسيس، وقالت له بلي الصحراء مروكيه وكامل. سمحتوا واش لي بوند عليها؟ قال لها انا ما راني نقولش عاشا، وقال لها والديا اللي هما اللي ربوني ماشي ميميسيس، العياشه هما اللي تربوا عن ميميسيس، بصح المراكه اللي هربوا من المروك هذوك ما تربوش عن ميميسيس. مهم لي لايك وزيدوا تبعوا. عاش الملك، عاش الملك. بانيا 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 في مخك اختي العزيزه، المقاول نتاعها توفى. المهم راكم تشوفوا واش راه يدير هذه جروه، راهي تعاير في ولاد بلادها، يعني من ما بغاوش يقولوا عشا ميميسيس والصحراء المروكيه قاعد تعاير فيهم بهذه الطريقه. ما عليه زيدوا تبعوا وطلعونا الفيديو بلي لايك وبارطاج. فوالا ولاد راسك. Few moments later. قلتينا شنو؟ انا ثاني قول عشا الملك. المهم خاوتي هذا الكلام اللي قاله الجزائري في هذا الفيديو للاسف ما نقدرش نفوته، لكن قصفها قصفها خاوتي وسمعها واحد الكلام وذنيها تنقوا، كانوا مسخين كانوا مدودين وذنيها تنقوا يا جدكم بعد ما سمعت واش تكلم هذا الجزائري. يعني الاولى كانت حاسبتها مروكي قالت لها قول عاش الملك، ريبوندا لها ديريكت، كي ريبوندا لها عرفت بلي هذا الانسان جزائري ماشي كيما اللي بوسو يركع ويقول عاش. على المباشر قصفها. المهم لصقت لها قلت لها انت جزائري. المهم لي لايك خاوتنا وزيدوا تبعوا. ربي يبارك في بنت بلادي، راكم تشوفوا الفرق بين بنت الناس اللي هوك وبنت بلادنا الجزائر، بنت بلادنا فحلة وشابة وزوينة ولطاي، ماشي كيما راكم تشوفوا مطرة كان لابس قال لك قفطان تاعنا، باش الله أعلم، اللي يشوفوها يقولوا تاعنا واللي يسمعوا بها عندهم فيها نص. مليحة كي نوعوا لهم الفيديو، نجيبوا لهم موضوع، نعاودوا ندخلوا لهم موضوع ثاني تاع القفطان اللي سرقوه، ونجيبوا لهم حاجة واحدة أخرى سرقوها. المهم لي لايك وزيدوا تبعوا. احنا بالوجه هذا وعندنا موسيقتنا الوجدية. زينو نهار اليوم صحا عيدكو. لا امبوسي. زينو نهار اليوم مبروك عيدكو. ثاني. قلت لكم خاوتي مليحة كي نوعوا لهم الفيديو، راكم تشوفوا يعني في الاولى جبت لكم موضوع ودركا راني نكمل لكم بهذا الموضوع تاع السرقة، يعني خطرة القفطان خطرة اغاني زينوا نهار اليوم كي غنوها في الجزائر هذه كان يكون شو فيها ولا ما كانتش كامل، ومع ذلك قلت لكم تاعنا
وهي اللي غنتها راكم فاهمين. مهم لي لايك وزيدوا تبعوا. دابا يتردونا مهابيل كيفكم. ها نعلو الشيطان قمه الغباء هذه. اشدوا علينا الحيوانات تاعكم هذه القراده. بلعوا عليهم ديرهم في ليكاج. بلعوا عليهم بالمفتاح ما تخلوهمش برا. واعطوهم البنان غير من الداخل من برا. واعطوهم البنان ما تخلو هذا يا قادر برا غادي يولي نقز يقبش يعض يبش. ها ما تخلوهش برا يا جماعه. المهم كيما شفتوا الرد من عند هذا الجزائري على الناس اللي هو اللي راهم داخلينها غيبانا كيما قروده. حاشاكم خوتي يعني راهم حاسبيننا كيف ما هما. حنا يا رجال ماشي كيما نتوما بواسين تحت سيادتكم. هذه حاجه الاولى. والحاجه الثانيه هذا البنان اللي راكم تهضروا عليه فاكهه. هذا ما غاديش يموت بحياتك تقول تاكلها صباح عشيه في الليل. يعني هذا تاكله خطره ولا زوج خطرات في النهار ماشي كل يوم. نتوما تاكلوا صباح عشيه في الليل مع ذلك يخرجوا وفرحانين برواحهم يقول لك البنان عندنا بنان وانتم ما عندكمش. عاد بها جمعوكم فوق القرعه ودخلوكم كامل السجون. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم كيما شفتوا معنا في هذا الفيديو خوتنا يعني نوحت لكم هذا المقطع نوحتها لكم اليوم. يعني جبت لكم الاولى التحدي تاع ابو الجن السعودي يعني اللي راهم لسقال المراكه راه يتحدى في كامل المراكه. انا كنت حاسب غير الدكاتره لكن قال لهم كي الدكاتره كي العياشه المهم المرو كامل راه يتحدى فيها. قال لكم لا كنتوا رجال وقادرين عليها روحوا ريبوندو ليا. يعني قال لكم من النسب تاع العائله العلويه كاش كامل منه. يعني هذه تاع عائله شريفه ومن السلاله تاع النبي صلى الله عليه وسلم كاش كاع منها. يعني لا عندكم دليل ارواحوا واجهونا. ومن قبل جزائري محمد دومير الدكتور محمد دومير ماشي الدكتور الدكتور محمد دومير جاب لهم بالادله كادي يهاجموا فيه. بصح هذا ابو الجن السعودي ما كانش يقدر يريبوندي عليه لانهم هاكا دائما هما مقابلين غير الجزائر ما يقدروش يهضروا مع السعوديه لان السعوديه راهم يزيفطوا بناتهم تما يخدموا عليهم راكم فاهمين. لذلك يهاجموا غير الجزائر. المهم العياشي لو كنت راجل اروح واجه ابو الجن ماشي تجي عندي انا غير راني نبين لك. روح هاجم ابو الجن ولا ريبوندي عليه لا كنت راجل. المهم كيما شفتوا ايضا السرقه السرقه في كل شيء القفطان الاغاني كل شيء. اغنيه تاع زينونها اليوم كي غنوها في الجزائر هذه المروكيه كانوا وقيلا ما كانش كامل ماشي كوشوا فيها ما كانش كامل خوتنا. ومع ذلك جات اليوم زادت غير البارح قالت لك باللي الاغنيه تاعنا وحنا اللي خرجناها باش الله اعلم. المهم قلت لكم نعاودها لكم لا راكم باغيين نعاودوا نرجعوا اللي كنا نديروا في القناه الاولى يعني الاغاني المسروقه نجيبها والتراث وكامل. قولوا لي في التعليقات يعني باش الناس تستفاد لان كاين بزاف جزائريين راهم عايشين في بلادنا وكاين اللي راهم حاسبين بزاف اغاني ماشي تاعنا وتاع المروك. لذلك لازم حنايا نبينوا لهم باللي الاغاني هذو ماشي تاع المراركه. المراركه يعرفوا غير يسرقوا يعرفوا غير شخبط الخابط في كل شيء ماشي غير الاغاني بزاف كاين ماكولات ماكله وسرقوها ماشي حاله الاغاني والقفطان المهم لا راكم باغيين قولوا لي في تعليقات خوتنا وان شاء الله نتهلوا. العياشي عمسنا هنايا رانا في نص العام مازال ما كمل العام بصح على بالي بلاك هنا ومازال نزيد نحرك. المهم لي لاك البارطاج دعمونا الفيديو طلعوه اللي ماش مشترك يشترك وفعل زر كان اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش لكم فيديو جديد راح نحطوه في القناه. وما تنساوش تهلونا في العياشي اللي هو في التعليقات. شكرا لكامل الناس اللي تبعوا معنا فيديو حتى ربي يحفظكم. والعياشي نعاودها لك عمسنا نحرحرك لانك انت راك تخرب فينا وتخرب لنا في بلادنا. يعني كل ما راكم تزدروا بينا معنا ما نديروا بكم. حنايا ما ننهولكمش كامل وما نريبوندوش عليكم كامل نقعدوا غير نستمتعوا بكم. بصح مادامكم تهضروا علينا مادامني محرحركم ونزيد نحرحركم ان شاء الله. المهم ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده. سلام.